طيب اليوم راح نحكي عن البوندينج ثيوري. وعادة الثيوريز خصوصا اللي تتعلق بالبوندينج usually we need it to explain why and how the bonds can form. طبعا when the bond be molecules form then the resulting بيكون المولكيولر جيومتري واللي هو الشكل الهندسي للمركب من حيث كيف توزيع الأتومز بالفراغ، الزوايا بيناتهم، أطوال الروابط. فإذا أنا عرفت ليش وكيف الروابط تتكون بقدر أتكهن بكل هاي المعلومات. بالبوندينج ثيوري في two important piece of information for this theory. وهذول ثيوري نظريتين بسموهن الفالنس بوند ثيوري والمولكيولر اوربيتال ثيوري. طبعا هذول الثيوري يعني ما بكفيهم مش كورس حتى تشرح عنهم، لانهم فيهم so many details. وراح تشوفوا انه بالاورجانيك 2 راح يردني يمرن معكم، بالاورجانيك 3 بمرن معكم، حتى اول مساق بالماجستير بيكون عن المولكيولر اوربيتال ثيوري والفالنس بوند ثيوري. الفرق بيناتهم، وراح نبدا احنا باول شيء بالفالنس بوند ثيوري وبعدين ننتقل للمولكيولر اوربيتال ثيوري. الفالنس بوند ثيوري بتقول انه البوندز ار كرييتد باي اوربيتال اوفرلاب to produce whether S or P bond. So to explain how many observed molecular geometry, whether there is a pure S or a pure P atomic orbital combined, these orbital combined to produce a new set of orbitals. هذا new set of orbital راح نسميه hybrid orbital. واللي هو بيعطيني معلومات عن المولكيولر جيومتري والزوايا وأطوال الروابط. الآن الإشي المميز بالمولكيولر أوربيتال ثيوري إنها بتقول إنه when this hybrid orbital form كل الأوربيتال الهايبريد أوربيتال اللي جايات من نفس الأتوميك أوربيتال إلهم نفس الإنرجي. والشغلة الثانية المميزة إنه إذا بدأت مثلاً بأربعة أتوميك أوربيتال، أربعة أتوميك أوربيتالز، you end up with four molecular orbitals واللي هم عادة قد يكونوا hybridized type of orbital وممكن يضل orbital unhybridized. أو explain إنه كيف ممكن تشوف أو تستخدم الـ only hybrid أو الـ unhybrid type of orbital. فإحنا قلنا إنه المولكيولر orbital هي نتيجة combination of atomic orbitals. الأتوميك orbital طبعاً بتعرفوا إنه الأتوميك orbital الأوربيتال هو عبارة عن الحيز من الفراغ حول النيوكليوس اللي بتدور فيه الإلكترونات. وطبعا احنا we don't know exactly where does this electron exist، بس احنا بنعرف وين most likely هذول الإلكترونات can be found. أشكال الأوربيتال اللي راح نركز عليهم في الأورجانيك كيمستري فقط الأس والبي. فمثلاً إذا تطلع على أول صورة الـ S orbital it is spherical shape. So شكل دائري. And it is the smallest type of orbital. الـ orbital الذي يليه اسمه الـ P orbital. وهذا الـ P orbital there are three versions of it.
واحد منهم موجود على الـ X axis، واحد موجود على الـ Y axis، واحد موجود على الـ Z axis. يتميز الـ B orbital إنه dumbbell shape. dumbbell shape يعني كأنه في جزئين يفصل بينهما ما يسمى بالنودل بلين. نودل بلين هاي منطقة ما فيهاش إلكترونات إطلاقا. So في عندي لوب فوق وفي عندي لوب تحت. هذول اللوب there are charges as you see plus و minus، بس هذول these are not charges، هذول توزيع الإلكترونات الإلكترون density. So the plus و minus indicate opposite phases not charges، يعني phase فوق البلين وفيز تحت البلين. فإذا يفهم طبعا لأنه إحنا ما بنعرف موضوع الإلكترون، فالإلكترون ممكن يكون فوق البلين وممكن تكون تحت البلين. الآن how the sigma and the pi bonds form. الآن عندي atomic orbital ومن هالatomic orbital راح يتكون عندي البوند. If the overlapping راح يصير بين the s orbital مثلا بالهيدروجين، الهيدروجين عنده 1 electron so it's 1s، فإلكتروناته موجودة بالs مع الهيدروجين s، فاثنين شكلهم spherical دائريات. When they overlap they overlap what so called head to head overlap. هذا ال head to head overlap بيعطينا what so called sigma bond. فهذا بنسميه نوع الرابطة sigma bond جاي من ال s to s molecular orbital، ال s من الهيدروجين الأولى وال s من الهيدروجين الثانية. Now if the s overlap with b، ال s is spherical وال b is a dumbbell، ممكن يكون بال x ممكن يكون بال y ممكن يكون بال z axis، بس بكل الحالات as you see you need to approach، اول approach اللي هو direct head to head overlap. تلاحظ when they approach head to head overlap ال possibility للإلكترون density بالبوند أضعف منها من فوق. يعني هذا الأوفرلاب، هذا الأوفرلاب بتغلب حتى إنه يصير أكثر من الحالة الفوقانية. That is why sigma bond بحالة ال SS molecular orbital is a stronger bond من إنها الأوفرلاب بين ال S وبين ال P. And they form the overlap بين هاي ال S بتبلش head to head مع جزء من هذا ال p orbital and they form sigma bond لأنه head to head، بس هالمرة بين ال p وبين ال s molecular orbital. النوع الثالث ممكن يصير ال overlapping بين ال p وال p. الآن في حالة إنهم 2p، لاحظوا الآن العملية أصعب ستيل من الحالة السابقة. ليش؟ لأنه الـ P orbital they have to orient themselves بحيث أنه يكون في عندي head to head overlap في هذه المنطقة. يعني إحنا قلنا plus و minus الفيزز، وهنا عندي plus و minus، ف they have to approach بحيث أنه الـ overlap يكون بين الـ pluses وبين البلس بهاي الجزء مشان يعملن الهيد تو هيد اوفرلاب ويعملن السيجما بوند بين البي وبين البي. اذا السيجما بوند ممكن تكون بين الاس والاس، ممكن تكون بين الاس والبي، وممكن تكون بين البي والبي، بس الميزه بالسيجما بوند انه الاوفرلاب از هيد تو هيد. ناو another type of overlapping في الـ p orbital إذا ما كان head to head، إذا كان side to side زي ما أنتم شايفين. فإذا كان الـ p orbital مثلا بهذا الشكل واقف وقوف، فحتى يصير overlap مستحيل يجي head to head.
side to side واقفتها بجنب بعضها البعض، فما في head to head. The only approach will be side by side. هذا اسمه side by side overlap. This side by side overlap يعني كأنه بدي orient the first p orbital the plus من فوق والماينس تحت، والسكند بي اوربيتال بدي اظل الف فيه حتى تيجي البلس فوق والماينس تحت. Then they overlap side by side، وهذا ضعيف الاوفرلاب لانه جانبي وليس بشكل راسي. And they form what's called the bi bond. فالباي بوند طبعا ممكن يكون الاوفرلاب من فوق وممكن يكون الاوفرلاب من تحت. I don't know. هم عبارة عن إلكترونات overlapping، فأيذر بيكونوا من فوق وممكن يكونوا من تحت، زي ما اتفقنا إنه البلس والماينس هم عبارة عن phase، يعني above the plane or below the plane. So they overlap side by side and they form what's so called the bi bond. الآن لما حكيت عن الأتوميك عن الفالنس بوند ثيوري، لما حكيت عن الفالنس بوند ثيوري قلت إنه بالفالنس بوند ثيوري عندي أتوميك أوربيتال and these أتوميك أوربيتال they overlap مشان يكونن what's so called molecular orbital. فمثلا عندي 1s atomic orbital وهي شكله دائري، وهي عندي 1s atomic orbital. When they overlap احتمالية الاوفرلاب انهم they approach head to head زي ما قلنا بجنب بعضهن البعض، and they combine the electron density بالنص بيناتهم، and they form what's so called اللي سميناها sigma bonding molecular orbital. This is the first atomic orbital. وحتى تصير البوند لازم يكون الالكترونات spin up spin down. So they form what's so called bonding. هذا اسمه molecular orbital. هذا molecular orbital is bonding. ولما صار الارتباط صارت حالة الاوربيتال أكثر ثباتا من الاتوميك اوربيتال. Therefore, هاي الرسمة كمان it indicate what's so called energy. هاي energy. فزي ما انت شايفين هون هاي الانرجي وهاي الانرجي هون. فالانرجي للبوندينج أقل من الانرجي للاتوميك اوربيتال. طيب what if صار destruction of the atomic orbital، يعني ما صار overlapping head to head، ظل في حاجز يفصل two spherical shape وكون منطقة نودل بلين فيهاش إلكترونات، فظل الإلكترونات هاي الأتوميك orbital لحال وهاي الأوربيتال لحال. هذا will be calling it antibonding molecular orbital. فهذا بنسميه سيجما، وهذا راح نطلق عليه سيجما ستار. سيجما ستار يعني الانتي بوندينج. طبعا الانتي بوندينج از نوت ستيبل، ذيرفور اذا بتطلعوا على مستوى الطاقه اعلى من مستوى طاقه الاتوميك اوربيتال، لانه از نوت ستيبل وهذا ما كونش بوندينج الكترونز. الان اذا احسب كم اتوميك اوربيتال عندي، عندي اثنين اتوميك اوربيتال، كم مولكيولر اوربيتال تكون؟ اثنين مولكيولر اوربيتال. اذا عدد المولكيولر اوربيتال يساوي عدد الاتوميك اوربيتال ذات كومبايند بالاوفرلابنج. هذا الاس اس لو اجينا مثلا على البي بي، بي اوربيتال مع بي اوربيتال بدنا نعمل ان اوفرلاب، مشان اورجيكم التو فيزز شو المقصود فيهن. بالاس مش واضحات بس بالبي واضحات. طلعوا الان
when they approach في عندي two possibility لأن إحنا بدنا head to head so when they approach فهذا بده يقرب من هذا فبيظل اللوب الأزرق من فوق بالحالتين واللوب الأخضر بيظل تحت بالحالتين so راح تتكون كثافة من هاللوب الأزرق فوق وكثافة من هالإلكترونية من الأخضر تحت لاحظوا إنه الإلكترون density richness زادت that is why we called it bonding okay so this is a bonding overlap طبعا احنا بنحكي الآن عن side by side overlap فهذا النوع بس مشان التذكير مشان ما تنسوا هذا اللي سميناه side by side هذا الباي الآن هذا الباي bonding الآن الأذر سيناريو كيف هذول they will approach إنه السكند بي أوربيتال will flip بعكس فبصير الأخضر على سوا الأزرق والأزرق على سوا الأخضر أوكي فهي الأزرق على سوا الأخضر والأخضر على سوا الأزرق فلاحظوا الآن الأزرق والأخضر معناته زي ما قلنا phases plus phase وminus phase فلاحظوا من فوق ما في عندي electron density مفصولات اللوبز وتحت مفصولات حتى جانبيا مفصولات so there are no electron density on this formation of a bond فهذا بنسميه الانتي bonding هذا سمينا الباي اذا هذا الانتي bonding will be الباي ستار عندي two atomic orbital تكون عندي two molecular orbital عدد الاتوميك اوربيتال يساوي عدد المولكيولر اوربيتال سو هذا الاوفرلابنج اللي بيصير بالاتوميك اوربيتال ان اوردر تو فورم المولكيولر اوربيتال لان نبدا ب اول شكل من اشكال المركبات العضويه واللي هو اصغر مركب عضوي اسمه ميثين اوكي So I will start with the first molecule اللي هو CH4 how can I tell هل overlapping بين الهيدروجين والكربون الهيدروجين as you know عندها one electron So electronic configuration is 1s1. إذا في عندي spherical atomic orbital جاي من الهيدروجين والآن عندي الكربون والكربون عندها 6 إلكترونات والتوزيع الإلكتروني 1s2 2s2 then 2b2 اوكي هذا توزيع الالكتروني للكربون لانه 6 الكترونات الان كيف بده يصير الاتوميك اوربيتال اللي موجود في الكربون راح يعمل اوفرلابنج مع مين زي ما علموكم بالالكترونيك كونفيجريشن احنا بنوزع الالكترونات حسب مستويات الطاقه فاذا باجي على الكربون مستوى طاقه ال 1s بعدين بيجي 2s بعدين البي فيها الثلاثة ديجنرت بنسميهم اللي هم زي بعضهم بعض الآن عندي 2 إلكترون بال 1s و 2 إلكترون بال 1 بال 2s وعندي 2 إلكترون في البي 2 إلكترون حسب زي ما حكينا أول الشابتر إنه ما بيصير أحط 2 إلكترون بنفس الغرفة فبحط إلكترون بأول غرفة وهي إلكترون بأول غرفة إذن الآن عندي
اس اوربيتال من الهيدروجين 1 الكترون بده يعمل اوفرلاب مع 1 الكترون من الكربون، وهذا ال1 الكترون يكون ان بيرد، لان البيرد معناته اوريدي عامل بوندينج. فاذا بتطلع على هذا الشكل اللي امامي، كم نوع من الاوفرلابنج according to this electronic configuration are possible؟ كم نوع من الاوفرلاب ممكن يصير؟ كم نوع من هذا الهيد تو هيد بين مين ومين؟ بين كم نوع، كم واحد يعني؟ اثنين. إذا according to this electronic configuration I can make only two bonds. However الستركتشر اللي قدامك بقول انه كم رابط على الكربون؟ اربع روابط. اذا معناته في something wrong بالموضوع. According to this electronic configuration هذول الاتوميك اوربيتال لو عملوا اوفرلاب لا يمكن يكونوا هذا المركب، لانه فقط في عندي two bonds حسب هذا الشكل. اذا what's the story؟ The story is لازم يكون عندي four atomic orbital أعملهم الأوفرلاب. الآن إذا بتطلعوا على التو عندها هذا التو يعني نفس الشل، في التوتال is four electron بس اثنين منهم مستقرات lower energy في التو اس. على الطابق الثاني اللي هو الهاير ليفل في 2p فيهن 2 electrons، لازم احصل على 4 n paired electron مشان اقدر اني اعمل اربع روابط. فبتيجي البي لانها مستواها اعلى، بتحاول تقنع الاس انه شو رايك بدل ما انتوا الاثنين قاعدين بغرفه بالطابق التحتاني او بالتسويه ومضايقين حالكم، في عندي غرفه فوق بالطابق الفوقاني فاضي، فالموضوع مغري. So it's promotion. فبتصدق الأس الفكرة وبتيجي الأس تنتقل إلى الغرفة الفاضية. So this is called the promotion. شو صار الشكل عندي؟ هاي ال 1s ظلت 2 الكترون، ال 2s صفى فيها 1 الكترون، وال 3b صفى كل واحده فيها 1 الكترون. الان اذا بده يصير اوفرلاب راح يصير الاوفرلاب كم مره؟ كم مره راح يصير الاوفرلاب؟ يعني كم رابط راح يعطيني؟ أربع مرات. إذا حلينا مشكلة عدد الروابط، واضح؟ إذا بهذا الشكل الآن بقدر أعمل أربع روابط. لكن هل الأربع روابط identical؟ لا. ليش؟ لأن واحد منهم بين الأس وبين الأس، بينما ثلاثة بين الأس وبين مين؟ البي. إذا معناته الأربع روابط بهذا الشكل they are not identical، بس الستركشر شو بقول؟ بقول إنه كل الروابط identical، معناته هذا الإلكترونيك كونفيجريشن لا يفسر هذول الروابط. طب الحل بده يجي من المشكلة. المشكلة شو هي؟ المشكلة إنه هذا معروف إنه S وهذا معروف إنه B. حتى إنه أحل المشكلة ويصير ان identical لازم الأس يبطل يعرف حاله إنه S والبي تبطل تعرف حالها إنها B. الآن what we do؟ mix. We mix them.
الميكس عادة احنا بنعمله بالمطبخ بالميكسر بالبلندر. فهاي تخيلها انها مثلا حبة برتقال الاس دائرية، هذا اس سفيريكال. فتخيل حبة برتقال فقشرناها وحطيناها بالمولنكس، وهذول ثلاثة بالبي، وهذول دمفل شيب يعني زقرن الموز. جبنا الثلاث قرون موز قشرناهن وحطيناهن بالمولينكس. لأن قبل ما أشغل الكهرباء شايف أنت البرتقال وشايف قرون الموز. Now after 5 minutes من هالبلندر مولينكس، ها شو راح تشوف؟ وراح ولا إيش راح يصير؟ راح يصير كوكتيل. هذا الكوكتيل مثلا افوكادو، ولا شو هو الكوكتيل؟ برتقال وموز، فكلهن زي بعض برتقال وموز. البرتقال شو سميناه؟ اس. والموز كم قرن موز حطينا؟ فاسمها SP3. This is called the hybridization theory. فالهايبريدايزيشن is two process, promotion and mixing. الآن كونت أربعة identical SP3 orbital. فthis is the hybridization اللي expected بهذا المركب. So دكتور غلبك تفضل. هسا هاي الحالة بس مع الكربون ولا ممكن تصير مثلا مع عناصر ثانية؟ احنا ما بدها تصير مع عناصر ثالث حر. انت هسا مسجل مساق اسمه اورجانيك. تمام، بس كسؤال احنا ما بنتعامل الا مع الكربون. تمام، بس كل الذرات لهم هايبريدايزيشن لما يعملوا اوفرلابينج. كل الذرات. وباخر هاي اليونت راح اورجيك انه يو كان بريدكت الهايبريدايزيشن اوف اذر اتوم ذان كاربون. اذا هذا السي اتش 4 اللي هو الميثين اسمه، الهايبريدايزيشن اجى اول خطوه من البروموشن followed by mixing فكوننا 4 identical hybrid orbital اسمهم ال SP3. الآن هالأوفرلاب هالمرة راح يصير بين الأوفرلاب راح يصير بين ال S مع ال B، ال S مع 3 B. فكيف شكل الهايبريد اوربيتال اس بي 3 بتتوقعوه؟ اقرب لمين راح يكون؟ اقرب لمين شكله؟ للاس ولا للبي؟ للبي. للبي لانه البي ثلاثه في منهن، فراح يكون شكله اقرب للبي. فلاحظوا شكل الاس بي 3 زي البي، بس اللوب اللي فوق اكبر كثير من اللوب اللي تحت. وتقريبا هذا اللوب واحد وثلاثه اربعه، فكأنه واحد من أربعة تحت وثلاثة من أربعة فوق. ثلاث أجزاء منه فوق والجزء الرابع منه تحت. فهذا الـ SP3 Hybrid Orbital كيف شكله؟ زي شكل الـ B، بس الـ Different Type of Loops الـ Electron Density صارت بجهة أكبر كثير من الجهة الثانية. الآن When this atomic orbital overlap occur، هالمرة بده يصير بين الاس اللي هم الهيدروجين السفيريكال مع الاس بي 3. When they overlap بده يعطوني ال new type of bonding بين الاس وبين الاس بي 3. فهاي new sigma bond بين الاس وبين الاس بي 3 اللي راح تتكون.
الآن الإلكترونات بيعمل ريبالشن مع بعضهم البعض. So حتى يقل الريبالشن they orient themselves in a space بحيث يكون الريبالشن مينيمم. فحتى يكون الريبالشن مينيمم they adapt what's so called tetrahedral geometry. This is called a tetrahedral. والزوايا بالتتراهيدرال is 109.5. So إذا هذا اللي سميناه المولكيولر جيومتري. المولكيولر جيومتري يعني توزيع الذرات بالفراغ كيف راح يكون؟ راح يكون بناء على إنه الريبلشن يكون مينيمم بين ذم. لو أخذت مثلا حالة شبيهة ب الميثين اللي هي الإيثين واللي هي CH3 CH3. الآن هالأوفرلابينج هون واضح إنه الكربون كم رابطة بدها تعمل هيد تو هيد؟ كم رابطة هيد تو هيد الكربون بدها تعمل؟ 4. وهاي بدها تعمل 4. 4 روابط. إذا معناته شو لازم يكون عندي؟ كم أتوميك أوربيتال؟ 4 أتوميك أوربيتال. إذا معناته أنا مضطر أرجع أسوي نفس اللي سويته هون لأنه عندي الكربون، فبدي 4 أتوميك أوربيتال من الكربون. والحل الوحيد إني أعمل 4 أتوميك أوربيتال إني أخلط واحد من الأس مع الثلاثة من البي مشان يطلع عندي الأس بي 3. إذا راح يطلع الهايبريدايزيشن للكربون أس بي 3. الآن الأوفرلاب هالمرة مختلف، نوعين. النوع الأول الأوفرلاب بين الهيدروجين وبين الكربون الأس بي 3 وهذول ثلاثة منهم، بس الرابعة بين مين ومين؟ أس بي 3 أس بي 3. So the new type of bond هالمرة بدي يجي بين الأس بي 3 مع الأس بي 3، وهذا شكل sp3 اتفقنا. فلاحظوا when they approach in a bonding fashion بيقرب الازرق من الازرق، فها هي الكثافه الالكترونيه اللي هي البوندينج، او العكس اللي هو الازرق مع الاخضر والاخضر مع الازرق، فراح يطلع عندنا الانتي بوندينج. اللي بيصير هذا اللي بيصير اللي هو البوندينج، لانه lower in energy than even الاتوميك اوربيتال. فهذا النوع الجديد من السيجما بوند جاي بين الـ sp3 مع الـ sp3. So this is a new bonding fashion بين الـ sp3 والـ sp3. هل راح يتغير الجيومتري على الكربون هاي منه بالـ CH4؟ ما راح يتغير. اللي بيحدد الجيومتري is the hybridization of the atom. فبحالة الـ sp3 استتراهيدرال والزوايا 109.5. الآن لما حكيت عن الأوفرلاب قلت الأوفرلاب هيد تو هيد بحالة السفيريكال أقوى إشي، يعني الـ SS أقوى سيجما بوند، تليها S مع P، تليها P مع B، هذول كلين السيجما. الآن هون شوفي عندي sp3، فthis is a new type of bond وقوته أيضا مختلفة وطول الرابط أيضا مختلف، مش تبيكل اللي بنعرفها بالنسبة للسيجما بوند زي مثلا بالهيدروجين. They measured it and they find that the bond length is 1.54 angstrom. طول الرابطة هاي السيجما is 1.54 angstrom. I'm saying this لأنه رح نأخذ 3 example على الكربون ونشوف شو الفرق بيناتهم ونستنتج العلاقة بين أطوال الروابط وبين قوة الروابط. So
باقي طبعا دقيقة على الميتينج. So what I will do, we'll stop as usual, يعني 5 to 6 minutes, and then we'll be back to continue today's lecture. واضح؟ ف 5 to 6 minutes break, and then we'll be back to continue الشابتر. دكتور على نفس اللينك؟ على نفس اللينك، نعم. واضح؟ واضح. اوكي. نلتقيكم كمان ان شاء الله 5 6 دقائق. طيب. نكمل. وصلنا. نعم. شكلك ما لقيتيش الستيتمنت. انا ما قلتش اني شحنات هذول. احنا قاعدين نحكي عن الكترونات، الالكترونات اللي لها شحنة موجبة. هذول الفيز، يا اما انهم فوق البلين او تحت البلين. فيزز. بس مشان تفهموا الفيزز، عادة انتوا بالرياضيات لما ترسموا الاكس اكسس وتقسموا الاتجاهات بالاكس اكسس، كيف بتقسموا الاتجاهات؟ انتوا لما عندكم الاكس بالرياضيات كيف كنتوا تقسموها؟ كنتوا تقسموا هيك صح؟ فهذولا كنتوا تعطوهم فوق هذا الاكس اكسس تعطوه بلس، وتحت تعطوه ماينس. It's a phases. They are not charged. أنا قلت إنه ال plus وال minus these are not charges. These are phases. هذول إحنا قاعدين نحكي عن إلكترونات، مش قاعدين نحكي عن إشي آخر. طيب نيجي الآن على مركب ثاني، والمركب الثاني المركب الثاني اللي بدنا نشوفه هو الـ C2H4. الآن بدي أشوف هذا البوندينج بالـ C2H4 كيف بيصير. أول شغلة مشان أتخيل كم أتوميك أوربيتال I need، باجي بتطلع على الفورمولا. هاي C2H4 كانها سيمتريكال، اذا بقسمها على اثنين يعني كاني بقول كل كربون قديش عليها؟ كل كربون عليها 2 هيدروجين اند 1 كربون. واضح؟ يعني 2 كربون مرتبطات، الكربون مرتبط مع الكربون. إذا عندي كم رابطة؟ سيجما 3. هل النظرية هاي اللي شرحتها بالسي اتش 4 بتاعت الاس بي 3 بتزبط؟ هاي النظرية اللي شرحتها هون بتعمل لي 4. أنا كم واحد بدي؟ بدي 3 اتوميك اوربيتال. هذول الثلاثة اتوميك اوربيتال، واللي اتفقنا انه الاتوميك اوربيتال بهذه الحالة ما بزبط، فبدي هايبريد اوربيتال. طيب شو بدي اسوي؟ الهايبريدايزيشن ثيوري نفس الاشي، بقول اول اشي بروموشن بعدين ميكسينج. وين الكي بوينت؟ كي بوينت بالميكسينج هون. هالمرة انا بدي كوكتيل جديد، الكوكتيل الجديد بدي يعطيني 3 زي بعض. فبدل ما استخدم حبة برتقال وثلاث قرون موز، هالمرة شو بستخدم؟ برتقالة واحدة وقرنين موز.
Okay, so when I mix هالمره, when I mix I mix 1s with 2b, فشو الشكل راح يطلع؟ sp2. شو الكوكتيل الجديد اسمه؟ sp2. لاحظوا انه هذا البي, هذا اللي هون, ما دخل ضمن الجيم تاع الميكسينج. هذا كونه في اس, الطاقه تاعته شو راح تكون؟ اقل. therefore هذا البي ما صار له hybridization, طاقته اعلى. this is we called it unhybridized orbital. So هذا unhybridized وهذولا hybridized orbital. Therefore, in order to explain formation of the bonding with C2H4, I need an sp2 hybrid orbital. الآن لما أجي أعمل ال overlapping بال sp2, لما اجي اعمل overlapping بال sp2 in order to form three new hybrid molecular orbital, I need to imagine the geometry. كيف ممكن تتخيل ثلاثة atomic orbital molecular orbital يتوزعن بحيث يكون repulsion minimum بيناتهن؟ راح يكون المثلث. So these are trigonal planar. فالشكل راح يكون trigonal planar بحالة ال sp2. الزوايا بالمثلث قديش؟ trigonal planar 120 درجة. So لاحظوا تغيير ال hybridization غير لي ال geometry وغير لي ال bond angle. البوند انجل كانت قبل شوي بالاس بي 309 ونص, هالمره صارت 120, يعني زادت الرابطه, يعني بعد الاتوميك اوربيتال عن بعضهم البعض. طيب الان اذا الكربون بهذه الحاله عليها ثلاثه اس بي 2 بشكل مثلث, وفي واحد بي اوربيتال ان هايبريدايزد, ففي عندي بلانر, بلانر يعني مسطح, وفي عندي perpendicular بي orbital. فالانهايبريدايزد always الانهايبريدايزد molecular orbital they exist perpendicular, يعني بشكل عمودي على البلين. فهذا الانهايبريدايزد بي orbital. الآن لما بدي أجي أعمل الـ overlapping الـ sp2, هذولا الثلاثة اثنين منهم راح يعملوا overlap مع الهيدروجين, يعني مع s, فراح يطلع عندي s مع sp2 و s مع sp2, والكربون الثاني sp2 راح تعمل s مع sp2 و s مع sp2. الآن باقي عندي sp2 هون و sp2 هون, وهذول راح يلتقن هيد تو هيد. هي and this is a sigma bond. الان شو باقي؟ باقي عند البيرفندكولار بي اوربيتال. هذا البيرفندكولار بي اوربيتال ممكن يلتقي هيد تو هيد side by side, يا من فوق يا من تحت, وهذا side by side شو اسمه؟ by bond. So therefore بحالة الإيثين هذا المركب اللي هو C2H4 كونت
one sigma bond and one pi bond. الآن إذا بدي أسأل عبد الرحمن حرب، وينه؟ معك دكتور. الآن قلنا واحد سيجما جاي من الاس بي 2 مع الاس بي 2، وواحد باي جاي من البي مع البي. طيب وين هي السيجما وين هي الباي هون؟ مش هذول الثنتين؟ واحد سيجما واحد باي. تمام. اياها السيجما واياها الباي. وانت مباشر الفار على اي شلون الدبل بوند اتفقنا الان صار في رابطتين بين الكربون والكربون. هسه شفت ال هذول الرابطتين شو هن؟ هذول سيجما. واحدة سيجما. واحدة سيجما واحدة واحدة باي. واحدة واحدة اياها السيجما واياها الباي، اللي فوق ولا اللي تحت؟ اللي فوق سيجما واللي تحت باي. طيب فرح نصر شو رايك، اللي فوق سيجما واللي تحت باي؟ دائما السيجما بتتكون قبل الباي، فبتوقع اللي فوق سيجما واللي تحت باي. لما نرسم احنا الشكل هون الباي بهذا الشكل شو يعني؟ يعني الباي يا بيكون بالفيز اللي فوق يا بيكون بالفيز اللي تحت. Can you tell انه فوق ولا تحت؟ ما انت بتقدر تحدد الموقع، انت ما تقدر تحدد موقع الالكترون. So we don't know which one is sigma and which one is باي. الاشي الوحيد اللي احنا نعرفه انه واحدة منهن سيجما وواحدة منهن باي. وبنعرف already انه السيجما اقوى من الباي، لأنه السيجما بتيجي من الهيد تو هيد، بس الباي بتيجي من السايد باي سايد اوفرلاب. الآن ننتقل إلى مثال ثالث. مثال ثالث هالمرة، خلينا نرجع على نفس السلايد هذا. مثال الأخير اللي بدي إياه هو C2H2. الآن بهذا الفورمولا كم رابطة سيجما I need to form؟ ثنتين. ليش؟ لأنه هذا تقريبا إذا تخيلته على اثنين فهذا كأنه عبارة عن CH، فمعناته الكربون عليها 1H وعليها 1C. إذا I need to explain formation of two bonds. هل بزبط هذا الهايبريدايزيشن؟ ما راح يزبط. Therefore, I need a new hybridization. يعني بدي كوكتيل جديد. هالكوكتيل الجديد بدي 2. وبالتالي شو بخلط؟ مين مع مين؟ بدي مع موزه. واحدة من S مع واحدة من B. فشو اسمه راح يطلع؟ SB. SB. الآن هذول hybrid orbital. شو ظل عندي؟ ظل عندي 2p orbital unhybridized، واللي اتفقنا انه هذول بتوزع بالفراغ بشكل عمودي. اذا الان بدي اتخيل الشكل. كيف ممكن تتخيل شكل ذره بدها تعمل رابطه من جهتين؟ كيف linear. So I can imagine أن الكربون is a linear fashion. So this will be a linear. على هذا اللينير شو راح يطلع عندي؟ عمودين. So I will be having
two perpendicular p orbital. So لما اجي اعمل ارتباط الكربون هاي اللي اسمها SB راح تعمل رابطة سيجما مع الهيدروجين فSP مع S وهاي راح تعمل SP مع S وهذول راح يعمل SP مع SP هيد تو هيد اذا هذا SP تو SP هيد تو هيد والزاوية 180 وهذا SP مع S وهذا SP مع S باقي عندي عمودين الآن هذول العمودين can they approach head to head لا side by side فأول واحد راح يعمل side by side يعني تخيل إنه أنت الكربون هاي وهي الكربون عليها هاي 2B يا من فوق قلنا يا من تحت فراح يعمل أول واحد side by side يا من فوق يا من تحت وهاي اسمها باي الآن another p orbital كيف كمان ممكن approach برضو side by side overlap and this is again another pi الآن مشان أكون واضح باللي قاعد بحكيه انه ليش ما نعمل هيك احنا شو الهدف انه كل ذره شو تصل حاله الاوكتت الان لما عملت اول كربون كربون بوند وهي هيدروجين وهي هيدروجين مش هذا اول ارتباط احنا عملناه كم إلكترون كم إلكترون حول الكربون هاي مين بيعد الإلكترونات ستة اثنين من هون واثنين من هون أربعة واحد خمس واحد ستة هل هي ستيبل طيب إذا that is why I do by to by الآن لما عملت أول by to by أول side by side اللي هو الباي كم إلكترون صار حول الكربون سبعة هاي ظول اثنين وهذول اثنين وهي اثنين هاي ستة وهي واحد سبعة Is it stable? That is why another side by side occurs in order to reach الأوكتت كم إلكترون على الكربون الآن صار عندي؟ ثمانية هاي ثلاثة وهي واحد أربعة ضرب اثنين ثمانية Therefore, the atoms بتظل تعمل روابط حتى تصل لحالة الأوكتت. دكتور ممكن تعيد رسمة الروابط على الإلكترونات كيف وصلت ثمانية؟ ممكن. احنا قلنا بحالة هاي C2H2 اتفقنا انه الهايبريدايزيشن SB ففي عندي ثنتين SB وفي عندي ثنتين في الB اذا لما هاجي احط الكربون هاي وهاي الكربون مشان نعمل الارتباط هاي عندها SB لينير هيك اتفقنا شكله هاي اللينير وعلى كل واحدة في عندي 2B orbital يا من فوق يا من تحت هاي إلكترون وهاي 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 إلكترون هذول اسمهن SB وهذول اسمهن B هذا اسمه SB هذا اسمه SB هذا اسمه SP وهذا اسمه P وهذا اسمه P واضح؟ واضح دكتور طيب نيجي هيدروجين عندها S وهيدروجين عندها S
فراح يصير اول شيء اوفرلاب هون واوفرلاب هون، بعدين راح يجي اس بي مع اس بي اوفرلاب. اذا كونت هاي هيك وهيك، ماشي معي؟ معك دكتور. صفة عندي هاي عندها 2 وهاي عندها 2. الآن عد لي الإلكترونات على الكربون، كم إلكترون على الكربون؟ هاي عندك 2 بي، واحدة مع واثنتين مع الاتش وصار 4، وهاي واثنتين مع السي بصير 6. إذا عندي 6 إلكترونات. 6 إلكترونات is it stable؟ لا. طيب إذا معناته بصير side by side، قديش صار؟ 7. 7 stable؟ لا. برد أعمل side by side، قديش صار؟ 8، فصارت يعني stable. صارت stable. أوكي. واضح؟ واضح so جدا. This is the linear fashion of SB بحالة الأسيتيلين أو الإيثاين، الزوايا 180، الجيومتري لينير، ها، والهايبريدايزيشن إز SP هايبريد أوربيتال. Look at this bond length 1.2. شو قاعد بصير بالرابطة؟ بتكسر. أوكي، لما حكينا عن الإيثين كانت 1.54، لما حكينا عن الإيثين كانت 1.33، ولما وصلنا إلى الإيثين صارت 1.2. الآن هذول الثلاث روابط أجين بدي أعيد نفس السؤال، اتفقنا إنهم واحدة سيجما وثنتين باي، مين فيهم السيجما ومين فيهم الباي؟ ما نقدر نحدد. We cannot determine which one is sigma and which one is pi. But I can know that one of them is sigma and two of them will be pi. تمام دكتور، بس سؤال، هسا الباي ممكن تكون متتاليات، أعرف إنه متتاليات ولا بالشرط؟ No, I don't know. احنا قلنا I don't know. يعني ممكن تكون اللي فوق سيجما والثنتين تحت باي، ممكن تكون اللي بالنص سيجما وفوق باي وتحت باي، ممكن يكون الثنتين اللي تحت باي وفوق سيجما، او الثنتين فوق باي وواحد تحت سيجما. اي دونت نو. وصلت. لان الثلاث روابط هذول صاروا ايدنتيكال، لهم نفس الطول ونفس القوه. الان بالنسبه للهايبريدايزيشن، انتم ككيميائيين you should understand the idea of hybridization. الهايبريدايزيشن هي نظرية افتراضية جاءت لتفسير تكوين الروابط، وبالتالي الروابط قد تكون في مركبات مش نيوترال، ممكن تكون في مركبات فيها الكربون الاتوم بوزيتيف تشارج، او الكربون تكون نيجاتيف تشارج. نيجاتيف تشارج يعني 2 الكترون، أو ممكن تكون فيها أود إلكترون اللي هي 1 إلكترون. طبعاً تعرفوا أنتوا إنه الأساس إنه الكربون يكون عنده 1 إلكترون مشان تعمل رابطة، إذا فقدته بتصير بوزيتيف تشارج، إذا كسبت إلكترون بتصير نيجاتيف تشارج. فهاي بنسميها الكاتيون، وهاي بنسميها الأنيون، وهاي الأود إلكترون we call it radical. الآن what is the hybridization, what is the hybridization in this case؟ الحالة هاي CH3 plus، شو ال hybridization توقع؟ مفترض نفس ال SB3. ليش؟ كم sigma bond أنا okay. I need to form ثلاثة. ثلاثة. الثلاثة شو بدها؟ SB2. SB2. So إذا الجيومتري راح تطلع بالمثل كاتيون is linear
والهايبريدايزيشن از اس بي 2. طيب بحاله الاود الكترون اللي هو الراديكال زي الفوقاني، هالمره عندي هنا كانت امتي بي اوربيتال، بس هالمره في عندي 1 اوربيتال فيها بي اوربيتال بس فيها 1 الكترون. طب حاله الانيون اس بي 3 ليش اس بي 3؟ لانه انتلى البي اوربيتال يعني عامل رابطه، فهاي رابطه، اذا التو الكترون هاي تمثل رابطه وهاي رابطه وهاي رابطه وهاي رابطه، كم رابطه عندي؟ اربع روابط. اذا شو الهايبريدايزيشن بالاربع روابط؟ اس بي 3. سو فروم ذا structure I can predict the type of hybridization وبناء عليه بقدر أعرف الجيومتري والبوند أنجل. مثلا إذا بدي أطلع على الأمونيا علمناكو إني حتى أعرف الجيومتري I have to predict what's so called Lewis structure. فكيف برسم لويس ستراكتشر؟ النيتروجين 5 والهيدروجين 3 8، اذا باجي بحط نيتروجين بالنص وعندي ثلاث هيدروجينات عليها، هاي اتش وهاي اتش وهاي اتش. استخدمت كم الكترون؟ 6. قديش ضل عندي؟ 2 الكترون بنحطهم هون على السنترال اتوم. اذا this is the structure Lewis structure for NH3. بناء عليه what is the hybridization of the nitrogen؟ واحدة اثنتين ثلاثة، وهذولا قلنا عنهم رابطة أربعة، إذا صار ال hybridization is sp3. So the hybridization would be sp3. بس هالمرة ال hybridization sp3 يفترض يطلع الجيومتري، شو يطلع الجيومتري؟ تريجونال باي بيراميدال. المفروض شو يطلع؟ تتراهيدرال. تتراهيدرال اسمه الكترونيك جيومتري. والزوايا قديش المفروض تطلع؟ 109.5. 109.5. لقوا انه الزوايا 107. واي؟ عشان اللامبير. شو اللامبير بيسوي؟ تنافر. التنافر. بيعمل ريبلشن، فلما يعمل ريبلشن شو بيسوي؟ بيضغط الزوايا، بيضغط هنا، لما يضغط الزوايا بيقلل الزوايا هون بين ال H وال H. إذا بين ال NH وبين ال NH الزاوية أقل من 109.5، وبين هاي ال H وال N وال H أقل من 109.5، بينما بين ال H NH هاي أكثر من 109.5، لأنه اللون بير بيعمل ريبلشن فبيضغط الروابط اللي موجودة تحت، فطلعت الزاوية 107.5. Is it a perfect tetrahedral? It's not a perfect tetrahedral. وجود اللون بير راح يعمل distortion للتتراهيدرال، فبيسموه distorted tetrahedral أو triagonal pyramidal. نفس الإشي إذا أجيت على H2O ارسم اللويس ستراكشر لل H2O، شو راح يطلع عندك؟ راح يطلع عندك اكسجين عليها 2 هيدروجين وعندي 2 لون بير. شو الهايبريدايزيشن ثيوري اللي كان اكسبلين ذس؟ اس بي 3 كمان اس بي 3. تيبيكلي الاس بي 3 شو لازم تطلع الجيومتري؟ تتراهيدرال، بس بسبب اللون بير في الكترون الموجودات راح يصير ديستورشن، فراح تتحول الى بنت ستراكشر. سو اذا المولكيولر جيومتري راح تكون بنت، الالكترون جيومتري المفروض تكون تتراهيدرال والمفروض تكون الزوايا 109.5، لقوا انه الزوايا 104. بين مين؟ بين الاتش والاتش، لانه هذول التو لون بير بيعمل الريبلشن اكثر من الحاله السابقه، فراح يضغط الزوايا بحيث انه
الزوايا بين ال H وبين ال H هاي تكون أكبر من ال 109.5. So in any structure you are given, you can predict the hybridization and the molecular geometry of that compound. Okay. Mesh. So these are the hybridization, and next time I will start with just giving a conclusion بالحكي اللي حكيته اليوم, وhow can I predict the hybridization, وشو تأثير الhybridization على أطوال الروابط. Okay. الله يعافيك. Thank you, and we'll see you يوم الأحد إن شاء الله.